أول question هنا بيقول لي إيه؟ Two complementary angles are two angles whose sum of their measures as طبعا ال complementary angles بيكون equal ال measure بتاعته بيكون equals كام 90 degree ولو جه قال لك supplementary angles بيكون equals 180 degree وخلي بالك لأن برضو في خطأ كتير ناس كتير خطأ ناس كتير بتقع فيه إن هو فاكر إن ال complementary angles هو عبارة عن two angles الصم بتاعتهم او كل انجل فوق 90 ديجري لا هم عباره عن تو انجل الصم بتاعتهم بيكون ايكوالز 90 ديجري هو بقى بيكون فاكر ان دي ب 90 ودي ب 90 وخلي بالك لان ممكن يجيب لك هنا يقول لك هنا ايه ايتش ويشيل لك كلمه صم دي ويقول لك مكانها ايتش فتخلي بالك من الايه من صيغه السؤال ذا سم اوف ميجر اوف ذا اكومولاتيف انجل ات ا بوينت ايكوالز ذا سم اوف ميجر اوف وات انجلز هتكون هنا four right angles four right angles ليه؟ لأن الفور رايت الرايت لاب 90 ديجري الفور مالتبلاي 90 هتكون ايكوالز 360 ما في بينهم مالتبلاي والاكيموليتيف انجل برضو لازم يطلع لك ب 360 ذا اوبتيوس انجل سبلمنت ان انجل احنا كنا قلنا المعلومه دي مهمه جدا يعني بنسبه 100% هتجي لك واحده منها في اي امتحان احنا تعالى كده نراجع عليهم احنا كنا قلنا ان الاكيوت كومبلمنت اكيوت والزيرو كومبلمنت رايت انجل لان الصم بتاعتهم لازم يطلع لك هنا ايه 90 ديجري هما من بقى الكومبلمنتري انجلز طب لو جه قال لك سبلمنت بقى او سبلمنتري انجلز قال لك الاكيوت سبلمنت اوبتيوس انجل صغيرة مع انجل كبيرة والرايت برضو سبلمنت برضو هيكون هنا ايه رايت والزيرو انجل سبلمنت هيكون هنا ستريت انجل السؤال ده لازم واحدة منهم تجيلك في امتحان لازم فهنا بيقول لك ايه ذا اوبتيوس انجل سبلمنت اقول له هنا ايه اوبتيوس انجل كبيرة فجيب لها انجل صغيرة هتكون هنا ايه اكيوت The two bisectors of the two adjacent supplementary angles. Two bisectors of two adjacent supplementary angles are طبعا هتكون هنا perpendicular. Are perpendicular. طب يعني ايه مش فاهم. بص يا سيدي احنا عندي هنا straight angle. ماشي. وعندي هنا adjacent angle. يعني عندي هنا adjacent angle. يعني angle دي والangle دي. لو انا جبت bisector. يعني بقى عندي الangle دي equals الangle دي. كمان بايسكتور من الناحيه الثانيه قال لك التو بايسكتور دولت اللي هو الري ده والري ده الري ده والري ده اللي هو الازرق ده لما بيجوا مع بعض نعمل لهم يونيون يطلع لك في الاخر رايت انجل وبيكونوا بريبندكولار ما هي بريبندكولار يعني رايت انجل بريبندكولار ديت يعني رايت انجل فعشان كده اقول له هنا ايه بريبندكولار طب هنا بيقول لي انجل ايه سبلمنت انجل بي انجل ايه congruent to angle B. خلي بالك يعني ايه congruent؟ يعني equal. and measure. فميجر انجل B في الحاله دي تطلع لك بكام؟ هيطلع لي هنا طبعا انت عندك هنا السبلمنت انجل بيكون equals 180. 180 بنعملها divided to هيطلع لك في الاخر بكام؟ هتطلع ب 90 degree. AB union to ray AC. السؤال ده لما يجي يقول لك الري اي بي يونيون الري اي سي لو انت حاسس انك هتتلخبط فيه ارسمه. يعني ارسمه ازاي؟ انا عندي هنا ري اهوت ده الاي بي. ما اقولش بي ايه على فكره لانه قال لي هنا اي بي ده ري وقال لي الري كمان اي سي اهوت. طلع لي كده انجل. طلع لي كده ايه انجل. انجل مين بقى؟ بي اي سي او سي اي بي او ممكن انجل ايه على فكره؟ يعني التلاتة مع بعض ينفعوا. هنا بقى جايب لي مين؟ بي اي سي اهي بي اي سي. اللي هنا بي اي سي. If two straight lines intersect then H2 vertically opposite angle السؤال المشهور are equal in measure. ال vertically opposite angle لما يكون عندك straight line كده الانجل دي بتكون equal زي الانجل دي اسمها vertically opposite angle. The angle whose measure is 50 degree complement an angle of measure فاحنا عندنا هنا complement angles
الكومبلمنت انجل هنا ب 90 ديجري. هقول 90 ماينس ال 50 يطلع لك بكام؟ 40 ديجري. طب جه قال لك اند سبلمنت ان انجل اوف ميجر، هو قصده هنا على مين؟ الفيرست انجل ديت، الفيرست انجل ديت. فالسبلمنت يعني 180 ماينس ال 50، 180 ماينس ال 30 هيكون ايكوالز الايه؟ 130 ديجري. Two adjacent angles formed by straight line and ray with a starting point on these straight lines are هيكونوا طبعا هنا are supplementary. ازاي؟ Two adjacent angles. Two adjacent angles at a straight line اهوت. لان قال لي هنا straight line وده كده ال adjacent angle. يبقى two angles دولت هيكونوا ايه؟ supplementary. طب ال AB congruent to XY. فال AB minus ال XY equals احنا ال 2 angle ال 2 line segment هنا بيقول لك equal. فلما نيجي نعملهم subtracting بعد يطلع لك بزيرو. لو انت مثلا حطيت اي حاجه من عندك هنا 5 وهنا برضو 5، هنا 5 وهنا 5، ما هم equal. ما مش هتحط 5 وهنا 7، جبت منين 5؟ انا بحط فرد من عندي. لو هنا 5 5 برضو minus ال 5 يطلع لك بزيرو. Two angles are congruent if they are هيكونوا طبعا هنا if they are equal in measure. Equal in measure. جه قال لي هنا انا عايز الفاليو بتاعت الايه؟ الاكس. مع العلم ان هنا جايب لك هنا ايه؟ جايب لك هنا 2x. طبعا انت شايف هنا ان ديت الانجلز اللي قدامك دي اسمها accumulative angle. احنا قلنا قبل كده دي كلها على بعضها ب 360. يبقى انا اقول له كده 360 ماينس. لازم تكتب كده على فكره، لان لسه هناخد بعد كده ازاي تكتبها بالستيبس بقى والخطوات. 100 بلس 120 بلس ال 40 إيه. هنا 120 بلس ال 40 160 بلس ال 100 فيطلع لك كده 260. نعملهم سبتراكت من 360 كل ده يطلع لك بكام؟ 100 ديجري. بس هو عايز الفاليو بتاعت الاكس وهو جايب لك هنا 2x، فممكن اقول له 100 هنا ديفايد 2 بتكون ايكوالز كام؟ 50 ديجري. بس يفضل بقى ايه؟ يعني تعمل الحركه دي، معلش تعملها. انت عندك ال 2 اكس ديت بايه؟ ب 100 وتحلها زي الايكويشنز. هنعمل هنا ديفايد 2 ايام جريد 6 وهنا برضو ديفايد 2 عشان ال 2 ديت اللي قدام الاكس، هنكنسل دي ونكنسل دي، فيبقى الاكس هنا بتكون ايكوالز الايه؟ 50 ديجري. ده الافضل يعني. طيب هنا بيقول لك ان البي بلونج ستريت لاين اي سي، وعندك هنا بيقول لك الانجل دي ب 90 ديجري، هو اللي جاي قال لك اهوت، ودي 40. فبيقول لك هنا انا عايز ميجر انجل اي بي دي، هنعمل ايه؟ عندك هنا دي كلها على بعضها دي ستريت انجل، السم بتاعتها بيكون ايكوالز 180. فعشان كده هقول له 180 برضه بلس ماينس اسف دي بلس دي 90 بلس ال 40 هيطلع لك بكام في الاخر؟ هيطلع لك ب 50 ديجري. هيطلع لك بكام؟ 50 ديجري. تمام. ندخل بقى على الايه؟ الكونجرنت. ساعات ممكن انت في حاجات تقف عليك، انت ممكن تجيبها من النيم بتاعت البوليجون، هو مساعدك في الناحيتين يعني. الدي اف ايكوالز مين؟ فين الدي اف؟ اهوت. هتكون ايكوالز مين؟ الاي اف. اهوت. الدي اف ادي الاول والاخر مع الـ A والـ F. ويحصل حاجة يا مستر لو أنا قلت الـ F إيه؟ معلش خليها برضو بنفس الترتيب بتاعها. يعني يفضل إنك تعملها بنفس الترتيب بتاعها، الترتيب بتاعها. ميجر أنجل A B E. A B E. هتكون إيكوالز ميجر أنجل D C E. D C E. طب ميجر أنجل D F E. D F E. فين بقى؟ D F E. آه. هيكون ايكوالز كام؟ زي اللي جنبيها 120 ديجري. طب الاي بي كونجرنت لمين؟ يعني بيكون ايكوالز مين يعني؟ اول حرفين مع اول حرفين الدي سي، وتحط فوقها برضو لاين سيجمنت. طب ميجر انجل اف اي بي، ميجر انجل اف اي بي، اف اي بي، انا عايز الانجل ديت هتطلع بكام؟ الميجر انجل ديت هتطلع بكام؟ ب 90 ديجري. الاف اي بي بتكتب بكام؟ 90 ديجري. طب اشمعنى؟ جت منين؟ اصل في ناس بيقول هي شكلها كده، لا هي مش بالشكل،
لان احنا عارفين طبعا ان الاف اي ده بيكون اكس اوف ذا سيمتري، والاكس اوف سيمتري بيكون بيربندكولار. الاكس اوف سيمتري بيكون ايه؟ بيكون بيربندكولار، وبيربندكولار يعني بيعمل انجل 90 ديجري من هنا ومن هنا. احلى سؤال هو السؤال اللي جاي ده، هو احلى سؤالين اللي هو ده وده. عايز ميجر انجل اي اف دي اللي هو ده، احنا كنا مطلعين ده ب 120. احنا عندنا اهيت المساله دي، كل دي اكيوموليتيف انجل اتا بوينت. يعني المساله اصلا في الاساس عامله كده، بص لو تاخدها بره تبقى عامله كده. دي ب 120 ودي برضه 120، عايز الانجل دي، دي كلها على بعضها ب 360. هنقول 120 بلس ال 120 ونعملها سبتراكت من 360، هيطلع لك برضه 120 ديجري. هنا بيقول لك ذا اكس اوف سيمتري اوف ذا فيجر، لسه قايل من شويه اي بي سي دي اف، هيكون الاف اي. بص بقى اف اي وتحط فوقها كده ستريت لاين، لازم تحط فوقها ستريت لاين. طيب بيقول لك هنا لازم تقرا الجيفن، في هنا انترسكشن وفي هنا انجل هنا ب 120 والام اي بايسكس، يعني انجل دي بيكون ايكوالز الانجل دي. سيبك ما هو عايز الاول، تعال نطلع كل الانجلز اللي هنا. احنا قلنا في الشرح الدرس ده انت ممكن تعمل بولد بالقلم بتاعك كده على الستريت لاين ده كده وده كده. 120 كل دي ب 180، الانجل دي اللي فوق دي ب 180، اقول 180 ماينس 120 هيطلع لك في الاخر بكام؟ 60. فالانجل الاوبوزيت ليها برضه هتطلع برضه ب 60، لانها ايه؟ ايكوال ان ميجر باي فيرتيكالي اوبوزيت انجل. طب دلوقتي انا عايز الانجل دي والانجل دي، والله بتيجي بطريقتين. انا عندي الانجلز اللي تحت دي ب 180، يا اما ممكن تجيبها بتكون ايكوالز 120 برضه بالفي او اي من الانجل اللي قصادها دي. بس هنا بقى ال 120 دي نعملها ديفايد 2 عشان عندي هنا 2 انجل هنا ايكوال ان ميجر، يطلع لك بكام؟ 60 ديجري. دي 60 ودي ب 60. شوف هو عايز بقى ميجر انجل اي ام دي، اي ام دي خلاص احنا طلعناها اقول له هنا 60 ديجري. السؤال هنا بيقول لك ار سي اي اند سي بي اون ذا سيم ستريت لاين اند واي. انا امتى اقول مثلا ان الانجل ديت ار اون ذا سيم ستريت لاين او لا؟ لما يكون السم اوف ذا ميجرز الانجل دي كلها على بعضها بتكون ايكوالز الايه؟ 180. لما يكون ايكوالز الايه؟ 180، يعني تجيب ده 38 بلس 49 بلس 65 بلس 27 كل ده هيطلع لك في الاخر 179، ما وصلش 180، ما هياش 180. فعشان كده اقول له هنا ايه؟ نو. قال لك هنا واي، اقول له هنا بيكوز ميجر انجل بي سي اف بلس ميجر انجل اف سي اي بلس ميجر انجل اي سي دي بلس ميجر انجل دي سي اي نوت ايكوال، دي العلامه دي معناها نوت ايكوال 180، نوت ايكوالز الايه؟ 180 بس. فبقول له هنا نوت ايكوالز 180. تمام. اول كويتشن هنا بيقول لي اف ميجر انجل اي ايكوالز 70 ديجري، فبقول هنا ميجر ريفلكس انجل اي. احنا اول ما يجي يقول لك كلمه ريفلكس يبقى انت تعملها 360 ماينس الانجل اللي بيجيبها لك. اول ما تسمع كلمه ريفلكس يبقى 360 ماينس الانجل اللي بيجيبها لك، هيطلع لك في الاخر 290. ميجر انجل اكس بلس ميجر انجل واي هتكون ايكوالز 180. فالاكس والواي دلوقتي هيكونوا ايه؟ فهيكونوا طبعا التو انجل دلوقتي هيكونوا ايه؟ سبلمنتري انجلز. ذا سم اوف ميجر اوف ذا 6 اكيوموليتيف انجل ات ا بوينت، ذا سم اوف ميجر اوف 3 اكيوموليتيف انجل ات ا بوينت. مين هنا الجريتر؟ طبعا الراجل ده جاي يهزر. ليه؟ لان الاكيوموليتيف انجل كده ولا كده اصلا لازم يكونوا ب 360. يجي بقى 6 اكيوموليتيف انجل 4 اكيوموليتيف انجل 10 اكيوموليتيف انجل مش هتفرق، هو لازم يكون هنا السم اوف ميجر اوف 6 اكيوموليتيف انجل لازم تطلع لي ب 360. سم اوف ميجر اوف ذا اكيوموليتيف ما دام اكيوموليتيف برضه 360 فلازم هنا يكونوا هنا ايه؟ ايكوال. ميجر انجل اي ايكوالز دبل ميجر انجل بي،
وانجل ايه سبلمنت انجل بي. انا عايز ميجر انجل ايه هنا؟ قلناها قبل كده كتير. وعلشان تحلها بطريقه حلوه كنا احنا بنعملها ازاي؟ بنعمل باور وباي وايكوال. باور باي ايكوال. وخلي بالك من حاجه، هنا في 1 بس ما بتكتبش. دي من ضمن الريشيو اللي انت اخدتها في جريد 6 المنهج القديم. ها؟ هنا في 1 كنا بناخدها، هتقول لي مش فاكر، ما انت ناسي كل حاجه. هنا في 1 على فكره. جاء لك انا عايز الميجر انجل ايه؟ الاي الريشيو بتاعتها مش ال1 مش اللي جنبيه، لا ده الناحيه الثانيه. ال1 نمبر او الديجيتس اللي موجود، اللي موجود فين؟ في عند البي. اللي موجود هنا عند الايه؟ البي. فنحط هنا ايه؟ 1 اوفر هنا 1. وبعد كده بيجي يقول لك هنا بقى ايه؟ احنا هنا قال لي سبلمنتس، حط هنا 180 يعني قال لي سبلمنت. طب لو قال لو جاء لي كومبلمنت احط هنا 90 ونجيب الصم بتاعت 1 بلس 2 اديني 3. هنعمل ده ديفايد ده يديني هنا 60 او اعملها كالكليتر هتطلع ب 60 ديجري. يبقى تاني اهوت احنا بنعمل ايه؟ باور وباي وايكوال. جه قال لك هنا في 1 بس ما اتكتبش. انا عايز ميجر انجل ايه؟ الاي تاخد الريشيو بتاعت مين؟ بتاعت البي اللي هي 2 ملتبلاي. قال لي سبلمنت دي ب 180. وبعد كده هنا في الدنومينيتور بنجيب الصم بتاعتهم، يعني 1 بلس 2 ايكوال 3. احنا كنا عكسنا المره اللي فاتت على فكره، عملنا 1 دي كانت غلط. يبقى الاي بياخد الريشيو بتاعت البي والبي بياخد الريشيو بتاعت الاي. 180 ديفايد 3 تطلع ب 60. 2 ملتبلاي 60 هيبقى ايكوالز 120. او انت ممكن تعملها على ايه؟ على الكالكوليتر. طب سؤال زيه برضو عشان لو انت برضو ايه مش داخل دماغك قوي، سؤال زي ده كده مثلا. ريشيو بتوين تو كومبلمنتري انجلز 1 تو 2 زين ذا ميجر ذا سمولر. هنعمل برضو باور، ما دام قال لك ريشيو باور وباي وايكوال هي بتحل بطريقه ثانيه بس الافضل يعني. عايز السمولر، السمولر اللي هي ال1 ولا ال2؟ ال1 ملتبلاي قال لي كومبلمنتري يعني هنا ب 90. وبعد كده ناخد الاثنين دول نعملهم بلس يطلع لي 3. فاقول له هنا 90 ديفايد 3 تطلع بكام؟ 30. يبقى هنا هتكون هنا 30 ديجري. هنا هيكون برضو بكام؟ 30 ديجري. هنا بيقول لك ذا تايب اوف ذا انجل اوف ميجر 89 ديجري اند 60 مينت. هتكون هنا طبعا هنا ايه؟ رايت انجل. ليه؟ لان 60 مينت ايكوالز 1 ديجري ده اتحط هنا. يطلع لي في الاخر كله على بعضه بكام؟ ب 90. هيكون رايت انجل. طب هنا بيقول لك انا عايز الفاليو بتاع الاكس. هنا انا عندي هنا اكس وعندي هنا 3 اكس، يبقى كله على بعضه 4 اكس. والانجل دي كلها على بعضها ب 180 ديفايد 4 عشان اطلع ال 1 اكس بكام؟ هيطلع لك بكام؟ 45 ديجري بس. تو ادجيسنت انجل. يعني ايه ادجيسنت انجل؟ لحد الان في ناس كتير ما تعرفش يعني ايه ادجيسنت انجل، يعني تو انجل جنب بعض كده. بس في منها كده وفي منها كده. يعني تو انجل جنب بعض. بيقول لك هوز اوتر سايدز ار بربندكولر. هوز اوتر سايدز ار بربندكولر. يعني ايه بربندكولر؟ زي انت شايفه قدامك ده كده. الاوتر سايد السايد ده والسايد ده بيكونوا بربندكولر. فهنا بيقول لك هنا ار. هيكون طبعا هنا كومبلمنتري لانه بربندكولر يعني ب 90 ديجري. فاقول له هنا ار كومبلمنتري. طب يا مستر لو كتبت 90 غلط، لان هنا بيقول لك ار. لو جه قال لك ايكوال اقول له 90. بس انا بقول لك ار. The right angle is complemented by not angle. شوف قلت لك الفكره في من شويه، قلت لك لازم تيجي في اي امتحان. The right angle is complemented by not angle. قلناها من شويه فهتكون هنا the right angle complemented by zero angle. لان zero plus right lab 90 لازم يطلع لك في الاخر بكام برضه ايه؟ 90. Two line segments are congruent if they are. يبقى هيكونوا لما اللاين سيجمنت يكونوا كونجرنت يعني ايكوال لما بيكونوا ايه؟ ار ايكوال ان لينث. ولو جه قال لي انجلز اقول له ايكوال ان ميجر.
the sum of measure of the accumulative angle تجاي تهزر ب 360. طب قال لي هنا angle A complemented أو complements angle B وال A congruent to P. طب measure angle B هتطلع بكام؟ هنا لما يجي يقول لي complement يعني ب 90 degree وقال لي هنا بيكونوا equal congruent يعني equal يبقى 90 نعملها divided 2 هيطلع لك في الاخر كام 45 degree. طب هنا بيقول لك ايه بقى؟ احنا عايزين ميجر انجل سي ام دي ولا الهواء. مساله سهله جدا وتافهه جدا. واضح خالص من الرسمه ان دي الاكيوموليتيف انجل اتا بوينت اللي هي بكام؟ ب 360. فعشان كده اقول له هنا 360 ماينس وافتح براكت اقول له 60 بلس ال 50 بلس 40 بلس كمان دي بقى دي ب 90 على فكره. 90 ديجري. هتيجي تبص هتلاقي طلع لك في الاخر 120 ديجري. بس مسألة سهلة ومباشرة. طب جه قال لك ان انا عايز الميجر انجل اي سي اي ديت. فهنعمل هنا ايه؟ طبعا احنا عارفين ديت الانجل دي كلها على بعضها ب 180. تمام؟ فاقول له هنا 180 ماينس الانجل ديت هيطلع لي ب 60 ديجري. ال 60 دي هنا بقى نعملها ديفايدد 2 علشان اطلع الميجر فور اتش انجل من دولت. 60 ديفايدد 2 هتكون ايكوالز 30 ديجري. هنا برضه 30 وهنا برضه هيكون هنا ايه؟ برضه 30. طيب عايزين بقى نطلع كل الانجلز ديت. هنا اول حاجه زي ما قلت لك ما دام هنا في ستريت انجل هنعمل كده هولد على الستريت انجل كده او ستريت لاين والستريت لاين ده كده. اقول له الانجل دي يكون زي الميجر انجل دي باي في او اي. طب انا عندي هنا كل ده على بعضه ب 180 يبقى 180 ماينس ال 40 هيطلع لك بكام؟ 140 وبس كده؟ لا نعملها ديفايد 2 عشان عندي هنا 2 انجل. هيبقى عندك هنا كل انجل منهم بكام؟ تطلع ب 70. بدي 70 ودي برضه تطلع بكام؟ 70. عايز هنا ميجر انجل اي ام سي، اي ام سي ده ديت. دي اي ام سي ده دي. هنجيب التو انجل دول مع بعض. 70 بلس 40 هيكون ايكوالز 110 ديجري. يبقى 70 بلس 40 هيكون ايكوالز الاي 110 ديجري. تمام؟ ندخل بقى على الكونجروت. جه قال لك هنا انا جايب لك هنا التو بوليجونز دولت بيكونوا كون اي بي سي دي اي اف جي اتش ار كونجرنت. جايب لك هنا ده 4 سنتيمتر ده ب 6 سنتيمتر وده 5 وده ب 3 وده هيكون ب 90 ديجري. انا عايز البريميتر اوف ذا بوليجون اي بي سي دي. البريميتر يعني السم اوف ذا اوت لاين. انت عندك هنا ان التو بوليجونز هنا اصلا بيكونوا كونجرنت. كونجرنت يعني قد بعض في كل حاجه. هو جايب لك هنا السايد ده ب 5 وده ب 6 وده ب 4 وده ب 3 هيكون عندك برضو الاذر بوليجون برضو نفس الكلام. يعني البريمتر بتاع البوليجون ده 5 بلس 6 بلس 3 بلس 4 هيطلع لك في الاخر دي 11 ودي 7 هيطلع لك ب 18. يبقى ده برضو يطلع لك برضو ب 18. يبقى ده برضو يطلع لك بايه؟ ب 18. يبقى ده برضو يطلع لك ب 18 سنتيمتر. عشان كده اقول له هنا ايه 18 سنتيمتر. طب ليه؟ لان التو بوليجون دولت اصلا بيكونوا كونجرنت. طب انا عايز ميجر انجل اف. ما هي ميجر انجل اف اهيت اللي هو الثاني ده هيكون ايكوالز ميجر انجل بي. البي اهيت لاب كام ب 90 ديجري. طب ميجر انجل اي ميجر انجل اي اهيت برضه ايكوالز ميجر انجل اي. ميجر انجل اي اهيت برضه ب 90 ديجري. البربندكولار دي معناها انها ب 90 ديجري. السؤال برضه سؤال الشعب كل شويه بيجي. جه قال لك ان انا عايز الفاليو بتاعت الاكس. احنا عندنا ده الانجل دي ب 100 ودي ب 110. يبقى انا اقول له كده 360 لان دي اكيوموليتيف انجل ماينس التو انجل دولت بيكونوا 210 هيطلع لك في الاخر بكام؟ 150 ديجري. ال 150 ديت نعملها ديفايد الايه؟ انا عندي هنا اكس وعندي هنا 2 اكس يبقى كله على بعضه ب 3 اكس. يبقى 150 نعملها ديفايد 3 في الاخر يطلع لك بكام؟ 50 ديجري. في الاخر يطلع لك بكام؟ 50 ديجري. يبقى الفاليو بتاعت الاكس هتكون ايكوالز 50 ديجري وبس كده.